السيده هذه قمنا لها بواحد العمليه جراحيه على لي فاريس او الدوالي، هذه واحد ثلاثة ديال الاسابيع، وكما تلاحظوا معي ان السيده ما عندها لا زروقيه في اللحم ديالها كالمعتاد، ولا عندها جروح، لحنا اصلا كنديروا غير ثقب كما كتلاحظوا. هاد الثقب هادو اللي من بعد واحد المده قليله ما غاديش يبقاو باينين، والسيده وقفات على رجليها في نفس اليوم بحيث ما دوزات حتى شي ليله في المصحه، وقفت على رجليها بدون الم كما كتلاحظوا معايا ان السيده عاديه وما بقى عندها حتى شي حاجه. الا روينا لكم هاد السيده هذه باش الناس ما يبقاش عندهم واحد التخوف من لي فاريس، وتيقول لك انك يبقاو طرح الفراش واحد الاسابيع كثيره ولا شهور. اليوم الحمد لله بفضل ان التقنيات تبدلات وطريقه العمليه تغير، واحد التغيير جذري، ولينا كنشوفوا ان الناس ما بقاوش كيتعذبوا في هذه الجراحه. وانت تشوف معي السيده واخا هي عندها داء السكري، كتعاني من داء السكري، وكانت متخوفه ان الجرح ديالها ما يداواش، ومع ذلك الحمد لله كتشوفوا معايا ان السيده واقفه على رجليها وما كانش عندها لا سيكاتريس ولا زروقيه ولا حتى شي حاجه، مع العلم ان عندها داء السكري. وان شاء الله غادي نكملوا بالحقن ديال التصلب اللي غادي نديروهم من بعد اسبوعين او ثلاثه. اليوم صراحه ما خصناش نبقاو نتخوفوا من العمليه او علاج الدوالي، لان كاين الحل وحل جذري، وما نبقاوش نتخلعوا، لان هاد الدوالي هما اليوم مرض ماشي غير مساله جميليه، ولا خليناهم حتما غادي يعطونا مضاعفات. ولهذا اليوم الحمد لله الحل كاين بوجود تقنيات واطباء مختصين في الدوالي. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.